احنا دلوقتي واقفين قدام صرح مهم جدا، وهو الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وهي دي اللي بتطلع المهندسين اللي بيشتغلوا في مصانع وزارة الإنتاج الحربي. من خلال هذا الصرح المهم ده هنقدر نكتشف مع ضيفنا الأستاذ الدكتور وحيد غريب، هو عميد هذه الأكاديمية. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا طبعا بحضرتك، أول اهلا بحضرتك. ممكن حضرتك تقول لي بالظبط الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بتعمل ايه دلوقتي وهتعمل لنا ايه؟ الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة هي كلية هندسة بتكمل منظومة التعليم في وزارة الإنتاج الحربي. منظومة التعليم في وزارة الإنتاج الحربي زي ما سيادتك تفضلت، المفروض دي قلعة صناعية بدأت في الخمسينات في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. عندنا عدد كبير من المصانع والشركات، هذه المصانع تحتاج لعمالة فنية ممثلة في الفنيين والتكنولوجيين والمهندسين. إحنا هنا بنكمل منظومة التعليم ككلية هندسة. الأكاديمية فيها ثلاث تخصصات: قسم هندسة كهربائية إلكترونيكس وكوميونيكيشن، وقسم هندسة ميكانيكية ميكاترونيكس، وقسم هندسة كيميائية تخصص هندسة كيميائية. احنا بناخد الطلاب من الثانوية العامة شعبة رياضة، وبناخد طلاب المعادلات، الطلاب اللي مكتب التنسيق تقدموا لاختيار الاكاديميه بيلتحقوا بيها. انا عاوز اقول ان الطالب اللي بيلتحق بهذه الاكاديميه يعني بيكون محظوظ، لانه بيقع تحت اشراف وزارتين: وزاره الانتاج الحربي اللي هي المالك لهذه الاكاديميه، ووزاره التعليم العالي اللي بتشرف على جوده العمليه التعليميه وبتابعنا في كل التفاصيل. ليه يا دكتور الثلاث تخصصات؟ يعني احنا ليه اخترنا مثلا كهرباء في الاول؟ احنا اخترنا التخصصات دي في الحقيقه عشان برضو لاب احتياجات وزاره الانتاج الحربي في المصانع الموجوده، لان عندنا صناعات كيماويه موجوده هنا في منطقه بلبيس، عندنا شركه بنهر للصناعات الالكترونيه، عندنا شركات التصنيع الميكانيكي في حلوان وموجود هنا بعضها في بلبيس، مصنع 100 200 300، فدي يعني بتلبي احتياجات الصناعه عموما، يعني مجالات دي الصناعه تخصصات مخصوص للمصانع تخدم الصناعه، يعني ده بالاساس. يعني هنا هذا المكان بيضمن نسبة معينة بتشتغل في مصانع الإنتاج الحربي؟ بالطبع الخريجين هتكون في نسبة تلبي احتياجات وزارة الإنتاج الحربي وسوق العمل في قطاع الصناعة، سواء في قطاع الأعمال أو الصناعة الخاصة أو في المجال القطاع الخاص. طيب أنا ابني في ثانوية عامة أو تمام. عندي حد في ثانوية عامة، إزاي ممكن يقدم للمكان ده؟ من خلال مكتب التنسيق بيبقى قدامه الرغبات جميع الكليات والمعاهد الهندسية، بيحيلاقي اسم الأكاديمية المصرية في الرغبات قدامه، بيختار الأكاديمية كرغبة أولى عشان يقدر يلتحق ويجي عندنا. يعني احنا كلنا لازم نبقى عارفين انه الاكاديميه المصريه للهندسه والتكنولوجيا المتقدمه تابعه لوزاره الانتاج الحربي، موجوده في مكتب يا التنسيق. بالظبط يا فندم، بالظبط، لانه بقص الاسم مش باين انه تابع لوزاره الانتاج الحربي، لكن باكد طبعا على انها تابع لوزاره الانتاج الحربي، لانه حضرتك عارف انه وزاره الانتاج الحربي عندها سمعه كبيره جدا عند المصريين، بيحبوها طبعا، سمعه جيده وثقه عاليه في منتجاتها، في جوده منتجاتها. وبرضه انا عاوز اقول ان الكليه هنا ما هياش كليه عسكريه، كليه مدنيه فيها ذكور واناث، فيها اولاد وبنات، يعني عشان برضه يبقى دي برضه معروفه للناس. طب ايه الفرق ما بين الاكاديميه هنا وما بين كليات الهندسه العاديه؟ الفرق طبعا هنا في الامكانيات العاليه. انا عاوز اقول ان الطالب اللي عندي هنا بيروح تدريب مصانع من المستويات الاولى، مش قبل مرحله التخرج. بنهتم بتنميه مهاراته، بالتدريب العملي، تمام، بنهتم بان احنا يعني يدخل في مسابقات وبندعم هذه المسابقات. احنا كان عندنا طلاب اشتركوا السنه اللي فاتت في ايفر ايجيبت، والسنه دي في ايفر ايجيبت، واشتركوا في مسابقه شركه شيل العالميه لمسابقات السيارات الكهربائيه، وعملوا انجاز طيب. في عندنا طلاب بتشارك في المؤتمر السنوي اللي بتقيمه الكليه الفنيه العسكريه، اللي هو مؤتمر بحوث الطلاب، كل ده بهدف تنميه مهارات التعلم الليرنينج، وده اللي احنا بنقول احنا عاوزين شخصيه وبروفايل المهندس اللي يتخرج من عندنا طبعا. شخص عنده قدره على تحمل المسؤوليه ويبقى شخص اندبندنت، شخص عنده قدره على انه يبحث عن المعلومه وحل المشكلات طبعا. ما يبقاش دايما طالب محتاج اعاده تاهيل طبعا. ده اللي احنا بنسعى اليه في جوده الكارير طبعا. اكيد طبعا في منافسه، وحضرتك داخل طبعا في منافسه مع كليات هندسه عريقه. اكيد يعني مصر يعني من اعرق واهم كليات الهندسه الحمد تمام لله في الشرق الاوسط، وبتطلع علماء كبار على مستوى العالم تمام. مستوى التدريس هنا بقى الاساتذه، مستوى التدريس هنا احنا بقى دخلنا سوق مفتوح وسوق طبعًا عمل وفي طبعًا منافسه طبعا. احنا بنستعين طبعا باعضاء هيئه التدريس، بنختار اعضاء هيئه التدريس متميزين بمعايير
انه يكون عنده كفاءه في البحث العلمي وكفاءه في التدريس بالاساس وفي انشطه متعدده. احنا بنختارهم من خلال اعلانات رسميه في الجرايد الرسميه ولجنه مقابلات، بالاضافه لان احنا بنقبل الاعارات من الجامعات الحكوميه. وعاوز اقول لحضرتك ان احنا عاملين شبكه بروتوكول تعاون مع بروتوكولات تعاون مع جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه حلوان ومع مدينه زويله العلميه ومع الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويعني في شبكه بروتوكول، وعندنا بروتوكول تعاون مع جامعه ايميت الهنديه في نيودلهي. فعاوز اقول ان الشبكه دي من البروتوكولات والتعاون بتسهم في اسراء الانشطه الطلابيه والتعاون طبعا. البحثي والاستعانه باعضاء هيئه التدريس طبعا. انا كمان لو تسمح لي ألقي الضوء برضو على ان احنا لينا دور مجتمعي مهم جدا في البحث العلمي، لان ده شيء مهم جدا. ما فيش مؤسسه تعليم عالي الا لما كلها لازم مشاركه مجتمعيه في البحث العلمي. عندنا مثلا كليه تكنولوجيه هتبقى في مجال السيارات الكهربائيه، وده من التوجهات لسياسه الدوله. هيبقى عندنا تخصص في اداره الاعمال عشان الاداره الحديثه بتساهم بتطور الصناعه وتحقيق الخطط الاستراتيجيه ليها يعني. فاحنا الحمد لله ماشيين على تطور كبير في مجال المنظومه التعليميه، البحوث، الخدمات الطلابيه، ونتمنى ان احنا نقدر نقدم خدمه مجتمعيه لمصر الحبيبه بخريجين متميزين يواكبوا التكنولوجيا المتقدمه.